السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أعني بعبد من أمتك يعينني على رواية سيرة الحبيب. اللهم أعنا على رواية سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من في هذا الصباح المبكر؟ السلام عليكم يا شيخنا الجليل. وعليكم السلام، من أنت؟ أنا في ضيافتك. أهلا ومرحبا يا شيخنا. أعلم أن لك بناء لم تتمه وزرعا لم تحصد. أعلم يا أخي الإمام. The Sheikh agreed with the Imam to narrate the Prophet biography, peace be upon him. L'honorable Sheikh avait convenu avec l'Imam de raconter la vie du prophète, que la paix soit sur lui.
أما البناء الذي لم تكمل والزرع الذي لم تحصده يا شيخنا الجليل فهو سيرة النبي محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فآن الأوان لتروي لنا هذه السيرة العظيمة، هذه الملحمة الكبرى، وهذه النقلة التاريخية التي غيرت الحياة على كوكب الأرض كله. ولكني أخاف يا أخي الإمام، أخاف، نعم أخاف، إنها أكبر مني، إنها مسؤولية هائلة تنوء من حملها الجبال. والله إني لأخوف منك، والله إني لأشد حرصاً وولعاً وشوقاً من سرد هذه السيرة المباركة حين يسألني الله عن كل صغيرة وكبيرة فيها، ولكنها الأمانة. نعم إنها الأمانة، نعم أمانة، وعلي أن أؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وسيرة النبي أمانة على كل من علم بها أن يؤديها إلى عامة المسلمين وخاصتهم. والآن يا أخي الإمام، هل ستشاركني في هذه الرواية؟ هل ستحمل عني بعضاً من حملها؟ هل ستكون عوناً لي؟ من هنا بدأت السيرة النبوية الشريفة من مكة. كان صلى الله عليه وسلم عظيم النسب شريفاً، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، ويمتد نسبه الشريف إلى سيدنا إسماعيل ابن سيدنا الخليل إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، صلوات الله وسلامه عليه. وكان هاشم بن عبد مناف وهو أبو عبد المطلب جد النبي، كان هاشم رجلا كريما شجاعا، استطاع أن يحول مكة إلى مدينة تجارية كبيرة بعد أن كانت موطئا تجاريا بسيطا. يا هاشم، نراك بحماسك الكبير وغيرتك على عشيرتك تريد أن تنقل مكة نقلة تجارية كبيرة. بالفعل، لقد عقدت عقود إيلاف مع قبائل الشام، وستكون لقريش رحلتان، رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن. ما أسعد قريشا بك يا هاشم؟ أدعو جميع القوافل من كل البلدان إلى أن تقوي تجارتها هنا في مكة، حيث بيت الله الحرام والأمن والصدق في المعاملة. ما رأيت أحدا يحب بلاده مثل هاشم بن عبد مناف. وكان هاشم كثير الترحال، وفي أثناء سفره إلى الشام رأى إحدى بنات بني النجار فأعجبت وقرر الزواج بها، وهكذا تزوج من سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار. وقد تركها هاشم عند أهلها، وقد حملت بعبد المطلب، ومات هاشم ودفن بفلسطين.
لقد مات أبوك يا شيب، مات أبوك. وقد لقب عبد المطلب بشيبة لوجود شعر أبيض في رأسه عند ميلاده. وبعد موت هاشم آلت السقاية والرفادة إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكانت قريش تسميه الفياض لكثرة خيراته وعطائه. تعال يا شيبة ابن أخي، تعال يا عبد المطلب. اذهب مع عمك يا شيبة. فذهب المطلب به إلى مكة فعاش معه، وعند وفاته آلت السقاية إلى عبد المطلب. وبينما كان عبد المطلب جد النبي صلوات ربي وسلامه عليه نائما، رأى رؤيا عظيمة، وما كانت لتجيء إلا لرجل سيكون له ولحفيده شأن عظيم. هذا الذي رأيته في منامي، ولماذا أنا بالذات من بين رجالات العرب وسادتهم أحفر بئر زمزم؟ أنا أحفر هذه البئر وحدي؟ يا لها من تبعة وشرف، لا يسعني إلا أن أنفذ ما أمرني الله به. ماذا تفعل يا سيد قريش؟ ومن أمرك بحفر هذه البئر؟ هي رؤيا صدق وحق، ولكنك لست وحدك من تملك هذه الأرض كي تحفرها وتتصرف فيها كيف تشاء. أنا لا أفعل ذلك من تلقاء نفسي، إنما هي أوامر رب البيت. خرج الماء وعادت بئر هاجر وإسماعيل عليه السلام. الكنز الذي تفجر من تحت أقدام جدنا إسماعيل سيكون لكل أهل مكة نصيب فيه. اللهم لك الحمد رب الكعبة، رب البيت الحرام، رب السماوات والأرض. نظر عبد المطلب جد النبي صلوات الله وسلامه عليه نظراً أدهش العرب. سأذبح أحدهم، نعم يا معشر قريش، إن رزقني الله 10 أبناء سأذبح أحدهم. وتزوج عبد المطلب 4 نسوة، ورزقه الله تعالى 10 أولاد، كان من بينهم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ترى يا مولانا الإمام، على من وقع الاختيار؟ اختيار ماذا يا شيخنا الجليل؟ من سيذبح عبد المطلب من أولاده؟ حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا، بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا. ما انت اللي بيكسر رحل الحزين،